أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. الواضح حتى الآن أن تبعات تعيين محافظ عدن الحالي عبد العزيز المفلحي لا زالت ماثلة، فالمفلحي وبعد 3 أشهر تقريبا من تعيينه ما زال غير قادر على ممارسة مهامه من مبنى إدارة المحافظة، التي تقول المصادر أنه خاضع لسيطرة أتباع المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، بينما المحافظ الجديد لا يملك سوى شقة صغيرة في قصر المعاشق. ذلك مثال واحد على جملة العوائق التي تحف طريق المحافظ الحالي. نتوقف عند هذا الخبر والموضوع لنناقشه في محورين: لماذا لم يتسلم المحافظ الجديد مبنى إدارة المحافظة حتى الآن؟ وما هي الصعوبات التي تواجه عمله؟ وما الذي عملته الشرعية والتحالف العربي لتمكين المفلحي ومساعدته في إنجاز مهامه؟ إذن تبدو مهمة المفلحي ليست بالهينة، خصوصا إذا ما وضعت موضع المقارنة بين المأمول والواقع. فالمفلحي الذي جاء لتحقيق نموذج ناصع وانتشال العاصمة المؤقتة من وضعها الرديء لا يستطيع التحرك إلا في حيز ضيق وبإمكانيات بسيطة تجعله أمام تحديات كبيرة تحول دون قدرته على إنجاز مهامه. فما مدى قدرة المحافظ الجديد على كسب هذا التحدي؟ وما هي إمكانياته؟ ذلك ما سنحاول الخوض فيه بعد مشاهدة التقرير التالي للزميل محمد اللطيفي. بعد 3 أشهر من تسلمه مقاليد حكم المحافظة، ما يزال محافظ عدن عبد العزيز المفلحي غير قادر على التحكم بمفاصل القرار السياسي والمالي والإداري فيها. ومع ذلك وبحسب مصادر مقربة، يبذل المفلحي جهودا كبيرة لمحاولة إدارة مدينة تعصف بها صراعات السياسة وأضحت عرضة لتعقيدات التدخلات الخارجية. عين المفلحي محافظا لعدن في 27 من إبريل الماضي بالتزامن مع قرار جمهوري أقيل فيه المحافظ السابق عيدروس الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي. وفي 6 من مايو المنصرم وصل المفلحي إلى عدن وسط استقبال رسمي وأمنيات شعبية بإزالة الستار على دورة الصراع والعنف الذي تعيشه المحافظة. ورغم العوائق السياسية والعقبات الأمنية، يحاول المفلحي رجل الأعمال وخريج العلوم السياسية إدارة المحافظة وسط حقل من الألغام. ووفق مصادر إعلامية، يقيم المفلحي في مكان لا يتجاوز 15 مترا داخل قصر المعاشيق، وفي هذا المكان يستقبل زواره. لم يستطع محافظ عاصمة اليمن الاتحادية كما تقول تلك المصادر تأمين حتى مسكن خاص به، وتبدو الأمور أكثر تعقيدا حيث يرفض المجلس الانتقالي تسليم مبنى المحافظة، مما يجعل التفكير بمكان بديل لإدارة المؤسسات والتواصل مع المواطنين إحدى الخيارات المتاحة أمام المحافظ الجديد. وصل المفلحي إلى عدن وسط تعهدات خليجية ودولية بدعم الشرعية بإعادة إعمار عدن، لكن تلك التعهدات ما زالت في خانة الوعود، بينما يتم الصمت وأحياناً الدعم على تحركات مجلس انتقالي غير رسمي يدير أموره من داخل المحافظة وبأدواتها. إذن أبدا النقاش في موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا من نيويورك الناشط، نبدأ مع الناشط السياسي أحمد الصالح من نيويورك. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد. بداية، وفق متابعاتك واهتماماتك، يعني أنت مهتم بالشأن العام حتى الآن، لماذا لم يتسلم عبد العزيز المفلحي مبنى إدارة المحافظة؟ استاذ احمد، يا سيدي العزيز، في الحقيقه انه في اشكاليه في طرح التقرير في الاساس نفسه، عندما تربطون يعني عدم استلام او الرمز يعني لذلك عدم استلام المفلحي لمبنى المحافظه او عدم تمكينه من اداره المحافظه بما يحصل للمجلس الانتقالي وربط هذا بذلك، يعني هناك اشكاليه كبيره جدا. اين هي الاشكاليه استاذ احمد؟ وضح لنا، وضعنا في الاشكاليه في ربط هذا الامر. المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن يوم من الايام منذ تأسيسه وإعلانه أنه ضد الشرعية أو مؤسساتها أو كياناتها أو قياداتها، وبالتالي لا يوجد هناك شيء يدعي إلى أنه قناة مثل بلقيس تربط هذا الأمر بما يحصل، يعني هذا أمر لا يجوز إعلاميا. المحافظ المفلحي مرحب به في عدن كما رحب به أبناء الجنوب من سابقا،
المجلس الانتقالي الجنوبي يؤيد المفلحي ويقف معه أيضا، وكل شعب الجنوب، لأنه لو لم يكن هناك ترحيب وقبول مجتمعي وشعبي بعبد العزيز المفلحي لما استطاع أن يعود إلى عدن في الأساس. طيب كيف يستقيم دعم المجلس الانتقالي الجنوبي للمحافظ المفلحي وهم مسيطرين على المبنى إدارة المحافظة؟ لماذا لا يسلموا له مبنى إدارة المحافظة لتسيير شؤون المحافظة وهم يذهبوا إلى أي مقر آخر؟ يعني سيدي العزيز، الذي يجب أن تعرفه أنت والمشاهدين الكرام بأنه مبنى المحافظة هو عبارة عن مؤسسة، وهناك لا زال سابقة لإدارة المحافظة هي التي موجودة من سابق، يعني من قبل الزبيدي ومن قبل المرحوم جعفر محمد سعد ومن قبل ما قبله، لم يتغير شيء فيها، والكوادر موجودة وتدير المحافظة منها، والمبنى لم يوضع عليه أبواب أو أقفال موصدة لتمنع من وصول مفلحي أو غيره إلى إدارة المحافظة. وإن أحد قال هذا غير الكلام هذا فهو خاطئ جدا. بإمكان أي أحد، المفلحي بالأمس طبعا أكد خلال تقرير أو مقابلة له في قناة في صحيفة الأيام المعروفة بأنه لم يمنع أحد من المجلس الانتقالي مطلقا من ذلك، وليس للمجلس الانتقالي أن يمنع المفلحي من الوصول إلى المحافظة، كلنا مع المفلحي في أن يصل إلى المحافظة، والمحافظة مفتوحة، وكوادر المحافظة الذين يعملون مع المفلحي يداومون في مبنى المحافظة. طيب، هناك إشكاليات قد تكون فنية بين الداخل القيادات الشرعية أو الدولة العميقة لهذا الأمر، والمفلحي تمنع بعض الأمور في خلال التنسيق ما بينه وبينهم، وهي من تمنع الوصول هو كشخص. أما أن أحد هناك منعه أو قال لا تذهب أو لا أو صدت الأبواب أمامه، هذا كلام غير صحيح وغير مسؤول أبدا. والمفلحي موجود بالمناسبة، باستطاعتي أن أعطيك رقمه الآن، تستضيفه الآن معنا على الهواء وتسأل حول هذا السؤال، أنا أرد عليك بناء على تصريح الصحفي الذي صرح به ونشر يوم أمس في صحيفة الأيام المعروفة. طيب، وبالتالي لا يوجد منع للمفلحي ولا لغيره من كوادر الدولة. الجنوبيين وأبناء الجنوب بصفاتهم الشعبية والمجتمعية ومؤسساتهم بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي يرحبون بكافة مسؤولين السلطة الشرعية سواء في العسكريين أو المدنيين، ونقف معهم جميعنا، وبالتالي لا يجوز ربط هذه الأمور بمجلس الانتقالي. لكن هذه العوائق الفنية التي استدلت بها أستاذ أحمد وقلت أنها ربما هي المانع الحقيقي حتى الآن لتسلم مبنى المحافظة من قبل عبد العزيز المفلحي، لماذا لم تكن حاضرة عندما عين جعفر محمد سعد؟ لماذا لم تكن حاضرة عندما عين عيدروس الزبيدي؟ هم استلموا مهامهم بكل سلاسة وأريحية وداوموا في مبنى إدارة المحافظة. أنت مخطئ، جميل جدا أنك ذكرت هذه الفكرة. دعني أقول لك بوضوح يا سيدي، جعفر المرحوم الشهيد جعفر محمد سعد لم يستطع الوصول إلى مبنى المحافظة، ويعني مكث أكثر من فترة شهور لم يستطع الدخول إلى مبنى المحافظة، كان مبنى المحافظة مسيطر عليه من قبل جهات الجميع يعرف من هي، ومنعته من الوصول إلى هذا المبنى في تلك الفترة إذا كنت تذكر، هذا موثق الكلام هذا. وبعد فترة يعني أشهر تقريبا استطاع الوصول إليه ودخل مبنى المحافظة. موضوع عيدروس الزبيدي عندما وصل للمحافظة كان موضوع أنه بعد اغتيال الشهيد جعفر محمد سعد، وبعد كان هناك إشكالية أمنية كبيرة جدا في ظل وجود منظمات إرهابية مسيطرة على جزء من مدينة عدن، فعندما وصل بقوة ووصل بدعم كبير جدا سياسي من قبل كافة الأطراف، وفرض نفسه، فرض نفسه هو يعني عندما دخل المبنى، مع العلم بأنه من كانوا كوادر داخل مبنى المحافظة أمنيين ومدنيين داخل مبنى المحافظة كانوا هم السلطة السابقة، لم يكونوا أتباع لعيدروس الزبيدي ولم يأتي لهم من بيته أو من بيته أبدا. وبالتالي هذا الموضوع يجب أن يكون واضح للجميع، لكن الإشكالية. طيب، سأعود لك أستاذ أحمد الصالح، وربما أنت شفت إلى نقطة مهمة سأعود لك بعد أن نشرك معنا ضيفنا من لندن، لكن عندما تتحدث وتقول أن عيدروس الزبيدي فرض نفسه بالقوة ومسك السلطة في عدن، ربما إذن نحن بعيدين عن كثيرا عن مشروع الدولة بعد عامين من تحرير عدن. أشرك معنا من لندن المحلل السياسي صالح الجبواني، أهلا بك أستاذ صالح الجبواني. إذن لغط كثير دائر حول الظروف التي يمكن أن يعمل من خلالها وبها عبد العزيز المفلحي. ربما البعض يقول أنه لم يتسلم مبنى المحافظة حتى الآن لأسباب فنية، لا يوجد تصريح واضح منه، ربما حتى التصريحات الصادرة في صحف صادرة في العاصمة المؤقتة حولها الكثير من الجدل. كمتابع ومهتم بالشأن، ما رأيك وتقييمك للظروف الحالية التي يعمل بها عبد العزيز المفلحي؟ هل يمكن له النجاح من خلال هذه الظروف؟ مرحبا وسهلا. السيد عيدروس الزبيدي استلم محافظة عدن وكان جزء من الشرعية، ويأخذ أوامره من الرئيس عبد الرب منصور هادي، وحينما فشلا ذريعا في توفير الخدمات لأبناء عدن، في توفير الماء والكهرباء، في تنظيف حتى الشوارع القمامة امتلأت بها المدينة حتى صارت حاضنة للأوبئة،
عندما فشل في شفط المياه المجاري التي سدت الشوارع والطرقات. طيب نحن في هذه الحلقة لا نقيم أداء عيدر الزبيدي، موضوع هذه الحلقة واضح، اليوم السلطة في عدن لمن وما تقييمك للظروف التي يعمل فيها المفلحي؟ دعني أصل إلى الفكرة التي أريدها. عندما فشل الزبيدي تم عزله، تم تعيين الأخ عبد العزيز المفلحي. الزبيدي عندما عزل كرد فعل أنشأ هذا الكيان المسمى المجلس الانتقالي، وهو كيان لا يمثل إلا شريحة بسيطة من الغوغائيين والانتهازيين، لا أكثر ولا أقل. عبد العزيز المفلحي حينما أجا إلى عدن أجا وهو متسلح بفكر جديد، متسلح بعزيمة لخدمة المدينة، بعيدا عن السياسة وعن الأهواء السياسية وعن التحزب السياسي وعن الكلام الكثير الذي نسمعه، والجنوب والجنوب والجنوب، هذا حتى كرهنا هذا الكلمة من كثر ما رددها الانتهازيين والبوغائيين والطارئين على مسيرة الثورة ومسيرة الحراك ومسيرة عاصفة الحزب. أجى الرجل عاوز يشتغل مثل ما تبلطجوا الجماعة وأنشأوا هذا الكيان المسمى المجلس الانتقالي، تبلطجوا وسيطروا على إدارة المحافظ وسيطروا على منزل المحافظ، وكتبوا على البوابات الرئيسية أنه هذه المجرات هي مجرات المجلس المزعوم، مجلس بتاعهم، والصور موجودة، لو كنا على الاستوديو كنت بعرض عليك الصور التي فيها اللافتات التي فيها أسماء المجلس على هذه المباني، الأعلام والأنفال والسلاسل. طيب هذا الكلام تقوله أنت الآن وتقول أن لديك الأدلة والصور ربما. طيب ما الذي يمنع عبد العزيز المفلحي أو أي متحدث باسم المحافظة أن يظهر لوسائل الإعلام ويوضح الصورة؟ لماذا مسؤولي الشرعية يتركون فرصة للغط عند الناس؟ لماذا لا يكون هناك شفافية في التعامل؟ هو عبد العزيز المفلحي هناك عاملين حتى الآن يمنعانا من الحديث بالشفافية ويشتغل في ظروف يحاول أن يساير الوضع. العامل الأول أنه لا يريد أن يصطدم بمجموعات غوغائية طبعا من المناطق التي ينتمي إليها، سواء هو عبد العزيز أو عيدر الزبيدي، لأن هذه المتطرفين وهؤلاء الشلل معروفين من أي مكان. هذا أولا، يعني لا يريد أن يخلق فتنة داخل المناطق التي ينتمي إليها هو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإمارات العربية المتحدة بجلالة قدرها تقف خلف هذا المجلس المزعوم، وعبد العزيز المفلحي لا يريد أن ينقص في العلاقة وتسوء أكثر مما هي سيئة أصلا في الواقع مع الدولة الشرعية اليمنية، فيريد أن يسير بهدوء بدون إحداث نوع من الضوضاء حتى يصل إلى تفاهم مع هؤلاء الناس. لكن هؤلاء الناس لا يحبذون التفاهم على الآخرين. طيب أعود لضيفنا من نيويورك الأستاذ أحمد الصالح. إذا أنت شرحت العوامل والصعوبات الماثلة أمام المحافظ المفلحي، أستاذ أحمد الصالح استمعت ربما لتفسير الأستاذ صالح الجبواني من لندن للأسباب التي تمنع وجود شفافية ما بين وسائل الإعلام والشارع بشكل عام والمحافظ الجديد، ما تعليقك حول ما أورده الأستاذ صالح الجبواني؟ في الحقيقة أنه أستاذ صالح أنا لا أريد أن أدخل في يعني رد على ما يقول، لأنه كثير من الكلام يعني أترفع جدا عن حول موضوع الرد كرد، لكن أنا سأتكلم في موضوع الحلقة وهذا ما يهمني الآن. تمام. دعني أقول يا سيدي العزيز بأنه لن يكون هناك قبول لأي مسؤول مهما كانت مهما وقفت خلفه من قوى دون حاضنة وقبول شعبي ومجتمعي أبدا في أي مكان، لن يستطيع أن يعمل. الرئيس هادي وأكبر دليل على ذلك، الرئيس هادي كان في صنعاء موجود ولم تكن له حاضنة شعبية ولا قبول مجتمعي، وعندما حصل له ما حصل هرب إلى عدن المنطقة التي فيها له قبول شعبي واجتماعي. عيدروس الزبيدي يمثل مشروع دولة ويمثل حاضنة شعب. نعم هناك أصوات أخرى لديها مشاريع وهذا حق مكتسب لا أحد يعاديها أبدا، لكن لا يجوز التحدث بهذه الطريقة أو هذه النبرة. المفلحي يا سيدي العزيز أتي به يعني في التوقيت الخاطئ،
في المكان الخاطئ لتصفية الحسابات، كانوا يظنون بأنهم سوف يضربون أبناء الجنوب ببعضهم البعض، هذه الرسالة التي كانوا يريدوا الإيصال لها. والمجلس الانتقالي وقادة أبناء الجنوب والمقاومة أدركت هذا الأمر وحاولت أن تفوت هذه الفرصة وفوتتها فعلا، ولهذا يغضبون الطرف الآخر لأنه لم يتصادم الشارع الجنوبي فيما بينه ولا أبناء الجنوب فيما بينهم البين. طيب، نحن نعرف تماما ما هي حيثيات هذا الأمر، لكن دعني أقول بأنه من يصدر قرار وهو في موقع القرار يجب أن تكون لديه الآليات والأدوات لتنفيذه. عندما تكون رئيس وخلفك العالم كله مجتمع بك، عندما تصدر أي قرار في أي مكان يجب أن تكون لديك الآليات الحقيقية والأدوات لقدرة تنفيذ هذا القرار. المفلحي لو لم يكن مرحب به مجتمعيا، قلت لك سابقا، لن يستطيع أن يطأ مطار عدن، لا هو ولا غيره. شعب الجنوب رحب بهم، أبناء الجنوب كلهم بمختلف توجهاتهم ومشاريعهم بالمناسبة، يعني لأنه نحن اليوم في مرحلة بناء ومرحلة جبر كسر للناس الذين عانوا وضحوا في فترات سابقة. طيب، عندما تقول أنه الهدف من قرار تعيين عبد العزيز المفلحي خلق فتنة بين أبناء الجنوب، كما رتن تقول أنهم كان لديهم الظن، من عين عبد العزيز المفلحي هم الرئيس عبد ربه منصور هادي بدعم من التحالف العربي، دعم أمريكي بريطاني أيضا، فما مصلحتهم؟ نعم، الرئيس، دعني أقول لك بوضوح، الرئيس هادي يمثل المشروع، والمشروع خلفه جهات أخرى وأحزاب وقوى ومعروفة، وبالتالي هذه القوى تحاول أن تخلق صراع جنوبي جنوبي ظنا منها بأنها سوف تعود منتصرة لتحل المشكلة بين أبناء الجنوب، وهذه الفرصة تم سحبها وتفويتها. لن نسمح بعد اليوم لأي صدام جنوبي أبدا، نختلف نعم، نتباين في الرؤى يحصل ذلك، لكن لن نتصادم أبدا، لأن الجنوب يتسع للجميع، من معنا أو من ضدنا أو لديه مشروع آخر لديه رؤية أخرى، الشارع سوف يكون هو صاحب الصوت الأعلى وتضحيات الناس. الآن أود أقول لك حول موضوع السلطات وما حولها. اليوم المفلحي كل شيء متاح له أمامه، المؤسسات مفتوحة كلها، كل مؤسسات الدولة، ما في مؤسسة أتلي بمؤسسة واحدة تم منعه من دخولها، كل المكاتب التنفيذية والإدارية والمؤسسات العامة للدولة مفتوحة أمامه، كل موظفين الدولة يعملون معهم على طاقمه، لا يوجد أحد من طاقم السابق لعيدروس الزبيدي يقول بأنه لن يعمل مع المفلحي أبدا، وبالتالي هناك إشكاليات لدى من عينوا لأنهم فاتت عليهم الفرصة، لم يستطيعوا أن يجدوا ما عينوا المفلحي من أجله، والآن سوف يحاولون عرقلته وخلق التهم المبررات. الجميع مع المفلحي بما في ذلك عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لأننا جميعا تهمنا عدن ويهمنا الجنوب، وأي أحد سوف يخدم هذه المدينة الجميلة سنقف معه كلنا دون أي اعتبارات ضيقة كما يروج لها البعض. طيب، عدن في قلوب الجميع يحبونها جميعا، لكن يجب أن ندرك بأن مؤسسات الدولة هناك وزارات سيادية هي من تعرقل أعمال كثيرة جدا. حول موضوع عندما تكلم الخدمات ومش عارف إيش، لم تكن عدن اليوم أفضل بحال مما كانت في عهد الزبيدي، لأنه هناك مؤسسات تعمل كدولة عميقة لإعاقة أي عمل في هذه المدينة، بما في ذلك مؤسسات السيادية مثل البنك المركزي ومؤسسات الجيش وصرف الرواتب وغيرها من طيب كهرباء ومطار عدن وغيرها من هذا. طيب، سأعود لك أستاذ أحمد، أعود لضيفنا من لندن الأستاذ صالح الجبواني. إذن أستاذ صالح الجبواني، كما يقول أستاذ أحمد، من يعين ويصدر قرار لابد من أن يمتلك أدوات تنفيذ هذا القرار، كل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة هي مفتوحة أمام عبد العزيز المفلحي، لماذا لا يؤدي مهامه؟ نعود مرة أخرى لموضوع الصعوبات الماثلة أمام المفلحي، وربما أيضا العجز لدى الشرعية في إنفاذ وتسيير قراراتهم داخل العاصمة المؤقتة. هو العجز يأتي من هذه المجموعات المتمردة الإنقلابية على السلطة الشرعية. الرئيس هادي لا يريد أن يدخل في حرب مع هؤلاء، لأنه الحرب الرئيسية وعاصفة الحزم وأهداف الجميع هي أسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة اليمنية في صنعاء وليس في عدن. لكن هؤلاء الانتهازيين كعادتهم في كل المراحل استغلوا فرصة الحرب، استغلوا إن أتابهم عبد ربه منصور هادي، لما أخونا هذا اللي يتحدث، ومع الأسف الشديد لا أريد أن ندخل في أمور هو يعرفها جيدا، لما جاء عيدروس الزبيدي هو جاء بقرار عبد ربه منصور هادي، ما جاء شيء بقوته ولا بالجنوب حقك ولا بالكلام الطويل العريض الذي تتكلم فيه، أجى بقرار عبد ربه منصور هادي، ولما فشل في أداء مهامه تم تغييره. اليوم الصعوبات تكمن في أن هؤلاء الإنقلابيين مستمرين في إجراءاتهم على الأرض، لديهم قوات أمنية يقودها مدير أمن محافظة عدن، لديهم ميليشيات أخرى تابعة للزبيدي موجودة داخل المقر المحافظة، موجودة في بيت المحافظ، موجودة في عدن اللي هي في جبل حديد. نحن نعرف بأعدادها وأسماء قادتها،
هذا السيطرة المناطقية على محافظة عجل. لما أخونا هذا يتكلم عن الجنوب والجنوب، ايش عرفه بالجنوب؟ هو لا يعرف الجنوب على فكرة، انتقل من جدة إلى نيويورك ولا لا ولا عارف بالجنوب. عدن اليوم مقسمة مناطقية، تحكمها ميليشيات مناطقية تريد أن تفرض نفسها وتعيدنا إلى المربعات والزرائب القديمة. نحن لم نزور من أجل الجنوب لكي نعود إلى الزرائب القديمة، فليفهم القاضي والداني ولن يحقق شيء هذا المجلس وسيفشل. والشعب الجنوبي هو الشعب الذي مع المشاريع التي تخدمه وتخدم مستقبله، وليس المشاريع الماضوية التي دمرت الجنوب منذ عام 67. وهؤلاء اللي دمروا الجنوب من 67 يريدون يعيدون الكره اليوم، يرجعوا يركبوا على ظهور لكن الأستاذ أحمد الصالح يقول أنه ربما أبناء الجنوب اليوم يفوتوا الفرصة على أي فتنة يمكن أن تحدث داخل الشارع هناك، وأنهم ملتفين حول عبد العزيز المفلحي وأمامه كل مؤسسات الدولة ولا أحد يمنعهم. لا يكذب. من لديه المعسكرات في عدن ويمنع عجلة الدولة أن تدور في عدن هم هؤلاء المناطقيين. إذا أرادوا للدولة أن تشتغل في عدن، إذا أرادوا لعبد العزيز المفلحي أن يشتغل في عدن، عليهم سحب ميليشياتهم المناطقية يعودون إلى جبالهم ويتركوا الدولة في عدن تشتغل. أما بهذا الوضع يمنعون دواليب الدولة أن تعمل ويكذبون، يقولون بإمكانه يشتغل، بإمكانه يعمل، بإمكانه. شوف تزييف الناس تعرف الحقيقة. طيب أنت الآن تصورت الوضع داخل عدن والمتحكم الفعلي بالوضع في عدن، وهذا يقودنا للسؤال الرئيسي والعنوان الأبرز لهذه الحلقة. اليوم السلطة في العاصمة المؤقتة عدن لمن إذن؟ السلطة في العاصمة المؤقتة تتنازعها عدة ميليشيات. أولا ميليشيا الحزام الأمني التي يقودها هاني بن بريك، هذا السلفي الذي كان أمير القاعدة في البريقة واليوم أصبح نائب رئيس مجلسهم المزعوم. هذه يعني أحد الميليشيات. الميليشيا الأخرى هي القوات اللي تسمى قوات الأمن التي يقودها اللواء شلال علي شايع، اللواء الذي أعطاها الرئيس عبد الرب منصور هذه الرتبة. يعني هي ميليشيا أخرى. ميليشيا أخرى تتبع عيدروس الزبيدي وموزعة اللواء في جبل حديد واللواء في التواهي. حتى أن مديرية التواهي بشكل كامل سميت بالضالع الجديدة يا سيدي. هذه السيطرة تدعمها الإمارات العربية المتحدة. من الجانب الآخر الدولة التي مثلها الرئيس هادي والحكومة التي مثلها الدكتور أحمد عبيد بن دغر لديهم قوات شرعية هي قوات الحماية الرئاسية. هذه القوات موجودة فعلا لكنها لا تريد أن تدخل في حروب مع هذه الميليشيات. طيب إلى متى ونحن نتفادل. طيب أعود للأستاذ أحمد الصالح في نيويورك. أستاذ أحمد الصالح، ربما سأسألك، السلطة في عدن اليوم لمن في ظل هذا التنازع الحاصل؟ لكن قبل ذلك لدي سؤال يتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي. ما الذي قدمه المجلس الانتقالي الجنوبي كحقائق على الواقع كدعم لعبد العزيز المفلحي لينجح في مهمته؟ يا عزيزي الفاضل، بعيد عن الألفاظ، البعض الناس يريد الجنوب يكون يخرجوا الناس كلهم منه ويتركونه له لوحده كأنه هو وصي على الجنوب وأبناء الجنوب. ومن كانوا جزء من المشكلة في السابق في تاريخهم لن يكونوا جزء من الحل اليوم ولا أطروحاتهم. المجلس الانتقالي الجنوبي هو عبارة عن مكون سياسي يمثل شريحة من أبناء المجتمع، عشان ما حد يزعل نقول لن يقول شعب الجنوب كله، لكنه يمثل السواد الأعظم. وبالتالي هو ليس صاحب سلطة أو قرار تنفيذي في الأرض من أجل أن يقدم شيء، لكنه معنويا وسياسيا يقول نحن مع السلطات المحلية ومع شرعية الرئيس هادي بالمناسبة. وبالتالي تصوير شيطنة المجلس الانتقالي لا يخدم أحد أبدا. الشيء الآخر، عندما نتكلم على ميليشيات شلال علي شايع، هذا أمر سخيف جدا. شلال علي شايع مثل ما يقول ضيفك بأنه معين من قبل الرئيس هادي كمدير أمن، والسلطات التي تتبعه القيادات كلها معينة من الرئيس هادي ورواتبهم تصرف من الرئيس هادي. وبالتالي على أي أساس نتهم أحد أنه يعمل ويلبس بدلة زي عسكرية رسمية وقائده معين من قبل الرئيس هادي إلى اليوم ويقول عنهم ميليشيات؟ هذا أمر غير يعني ليس عملي. الشيء الآخر، قوات الحزام الأمني والقوات الإماراتية، نحن في الجنوب بالمناسبة لم نستدعي القوات الإماراتية. من استدعى القوات الإماراتية وجلبهم إلى عدن هو الرئيس هادي، وبالتالي هم شركاء معه في هذه المعادلة. نحن لدينا شراكة مع قوات التحالف كلها ولا نفرق بين السعودي والإماراتي، يوجد تحالف عربي ونقف كلنا في هذا الخندق. طيب أستاذ أحمد صالح، عندما تقول أن القوات الإماراتية من استدعاها الرئيس عبد الرب منصور هادي، يعني أفهم من كلامك أنه الآن في عدن لا يوجد رضا على هذه القوات الإماراتية ومدى تدخلاتها في الشارع العدني؟
ابدا العين والراس اخواننا الاماراتيين وقوات التحالف كلهم اخواننا ونحن واياهم في خندق واحد، اشتركنا في جبهات القتال سابقا ونشترك اليوم في عمليه البناء والتنميه وحفظ المدن. لكن عندما نقول بانه يحاول ضيفك ان يتكلم بانه قوات اماراتيه ومش عارف ايش، الاماراتيين استدعاهم، هذه وجوديه اليوم بطلب منه، وهذه لم يتكلم يقول بان الاماراتيين يعادون او يعملون ضده، وبالتالي لا يجوز تزوير هذه الحقيقه لانه لا شركاء في اعاده الشرعيه وفي طرد المحتلين وفي طرد الميليشيات ايران، ولا يجوز بان نتكلم بانه ايران تدعم كذا على حساب الرئيس هذه، هذا لا يجوز ابدا. طيب كمقارنه في الجهاز الامني الان الموجود في عدن، تقييمك لاداء الحزام الامني في ظل وجود اداره امن معينه شرعيه من الرئيس عبد الرب منصور هادي على راسها شلال علي شايع؟ الحزام الامني كان قوه رديفه من المقاومه الجنوبيه التي ثبتت في الخنادق عندما هرب الجميع، وهؤلاء يشهد لهم الميادين ولا تشهد لهم وسائل الاعلام ولا يشهد لهم احد، وكانوا مدين أسس الحزام الأمني بتوصية من الرئيس هادي وبرضا وموافقة منه، والجميع يدرك ذلك، وكان الرئيس هادي يتواصل مع قيادات الحزام الأمني شخصيا، وهناك تصاريح له في وكالة الأنباء اليمنية سبق في فترات سابقة، وهو يتواصل مع قيادات الحزام الأمني وكافة فصائل المقاومة بمسماها التي هي قائمة عليه اليوم، وبالتالي لا تصنف ميليشيات عندما يكون هناك تواصل من قبل الحكومة. هذه مرحلة ربما كان ذلك في الوضع الاستثنائي أيام الحرب وما بعد الحرب، الآن يفترض أنه لا توجد قوات رديفة، يفترض أن يكون هناك جهاز أمني واضح وشرعي ووحيد يعني يمارس المهمة الأمنية داخل المدينة، لا يوجد ازدواجية في التعامل. أتفق معك، هذا الموضوع كله يتحمل الرئيس هادي، الرئيس هادي لم يصدر قرار بإلغاء كافة المكونات العسكرية والمقاومة وضمها للجيش، وبالتالي هذا الحزام الأمني وكافة الأجهزة العسكرية المتواجدة في عدن اليوم هي برضا. طيب ما مصلحة الرئيس هادي في استمرار هذه الفوضى وهذه الازدواجية أستاذ أحمد؟ لا توجد فوضى ولا ازدواجية، يوجد عمل كبير جدا، أنت تعرف بأن عدن كانت تحت احتلال، كل القوات التي كانت فيها تابعة للمخلوع صالح، وبمجرد أن حصلت الحرب وخرجت هذه القوات أصبحت عدن مدينة مكشوفة بدون أجهزة أمنية ولا أجهزة عسكرية، وبالتالي كان من الضرورة بمكان تشكيل هذه الأجهزة على عجالة التي خدمت المدينة في ظل وضع أمني متردي تماما. هذه القوات يجب أن نشكرها ونقف خلفها تماما لأنها جزء من إعادة الشرعية وجزء من بناء المؤسسات. بالنسبة لك أنت أستاذ أحمد، ترى الأنسب والأفضل إلى عدن أن تتعدد الأجهزة الأمنية أم أن يكون هناك أجهزة واضحة ويعني تتحمل مسؤوليتها دون تعدد للأجهزة والمسميات؟ بشكل شخصي أنت، ما الأنسب والأفضل لعدن؟ بشكل شخصي أرى بأنه أن نتعاطى مع مخرجات الحرب ومعطياتها ما أفرزت بشكل عقلي عقلاني ومنطقي تماما، أنا مع جيش واحد موحدة وغرفة عمليات مشتركة، ولكن هذا الأمر في خارج إطار المكايدات السياسية والمشاريع الضيقة، يجب أن نقرأ ما يحصل اليوم أمام عيوننا بدقة ووضوح تماما ونتعامل معه مثل ما هو. لن تكون قيادات الحزام الأمن ولا كل الأجهزة التي موجودة عسكرية اليوم أي ترفض أن تكون ضمن أجهزة الدولة، لأنها في الأساس هي من أعاد الدولة وهي من كونها وهي اليوم من موجودة على الأرض، والرئيس هادي يتواصل مع قادتها إلى اليوم، وكل من فيها اليوم مواطنين جنوبيين من الدرجة الأولى، لم يأتوا غزاة من خارج البحار. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد الصالح الناشط السياسي، كنت معنا من نيويورك. انتهى وقت الحلقة، لم يتبقى إلا دقيقة واحدة، أعود لضيفي من لندن الأستاذ صالح الجبواني. أستاذ صالح الجبواني، إذن كل ما هو موجود الآن في عدن والواقع الموجود هو بعلم ومعرفة الرئيس هادي وربما هو مخرجات الحرب كما قال الأستاذ أحمد الصالح، إذا كان لك من تعليق في دقيقة. لا أبدا، الرئيس هادي اليوم مقلوب على أمره في عدن، الحزام الأمني لم يكن من المقاومة الجنوبية، المقاومة الجنوبية ذهبوا إلى ألوية الحماية الرئاسية، الحزام الأمني أتوا به فيما بعد ومعروف تشكيلته ولونه المناطقي. الرئيس هادي أراد أن يكسب الكل، أراد أن يحتضن الكل، أراد أن الكل يشتغل مع بعض، قالوا لا نحن نريد شراكة بالسلطة ونريد شراكة مع التحالف ونريد شراكة مع مجلس السلام ونريد شراكة حتى مع المريخ. يمكن الدولة اليمنية دولة واحدة التي تحارب اليوم ولديها تفويض دولي وقرارات دولية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و مخرجات الحوار الوطني، من أراد أن يعمل ضمن هذه الآلية آلة وسهلة به، من أراد أن يعمل خارجها هم عملوا مجلس انتقالي وبيان وخرجوا عنها، إذن فليتركوا أجهزة الدولة. طيب الكل متفق ومجمع على أن الرئيس هادي خلفه دعم محلي وإقليمي لم يسبق له مثيل، ويظل السؤال لماذا هذا التراخي في إدارة الدولة من قبل الرئيس هادي؟ لماذا هذه الفوضى وهذا اللغط الدائري؟ لمتى سيستمر هذا الوضع؟ لانه الانقلابيين يحظون بدعم احدى الدول الرئيسيه في التحالف وهي الامارات العربيه المتحده،
والمملكة العربية السعودية حتى اللحظة لا زالت يعني بحكم الأمور الداخلية اللي حصلت حاليا بعد ترتيب الحكم ليست منتبهة بما فيه الكفاية للأمر. لهذا استغلوا هذه الفرصة وأحدثوا هذه التربكة كلها، لكن في الأيام والأسابيع القليلة سينتهي هذا الأمر وسيكون هناك دولة واحدة. من هو مع هذه الدولة؟ أهلا وسهلا. من أراد أن يكون معارضة فليترك أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والسياسية وليذهب إلى الميدان ويعارض براحته يعني. صالح الجبواني المحلل السياسي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من نيويورك أحمد الصالح. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.